السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في درس جديد درس اليوم حول possessives possessives معناها الملكية listen and repeat then act out that isn't your hat that is dad's hat it's his hat that isn't your hat هذه ليست قبعتك هات هي القبعة that is dad's hat هذه قبعة والدي أو أبي dad هو الأب نقول dad أو نقول father it's his hat إنها قبعته his ترجع للمذكر his That isn't your dress. That is mom's dress. It's her dress. That isn't your dress. هذا ليس فستانك. That is mom's dress. هذا فستان أمي. مام معناها الأم. نقول مام أو نقول mother. It's her dress. إنه فستانها. هير يرجع للمؤنث. هير لها. فرق بين هيز و هير. هير للمؤنث وهيز للمذكر. سوزان give me my dress please. سوزان give me my dress please. سوزان أعطني فستاني من فضلك. هنا الأم تتكلم مع سوزان جون give me my hat please جون give me my hat please الأب يتكلم مع ابنه جون قل له أعطني قبعتي my my يعني ملكيتي لي أنا my هنا ننتقل إلى جدول يبين بالتفصيل ضمائر. Personal pronouns. هنا ضمائر أنا ضمائر عادية. I, you, he, she, it, we, you, they. I أنا. You أنت. He هو. شي هي ات لغير العاقل الجمد او الحيوان الحيوان وي نحن يو انت او انتم ذي هم possessive adjectives بزاسيف ادجكتيفز صفات الملكيه my your his her its our your their هذه الضمائر تست... يعني هي تابعة لهذه الضمائر عندما أنا... أنا يتكلم شخص مثلا أه؟ عندما أتكلم أنا I I أقول my مثلا my book ماي بوك انا My book بوك you. يو انت معناها نقول يور يور بوك كتابك هي his كتابه هو ها كتابه نقول كتابه أنا ها كتاب فقط كمثال ها 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 كتابها ها it's هنا لغير العاقل استعملوها لغير العاقل جماد أو شيء أو حيوان أو نبات our عندما تتكلم الجماعة our مثلا our class آه قسمنا our class your هنا نفس الضمير هنا your و your your استعمل المفرد أو الجماعة their آه there لهم there possessive pronouns هنا ضمائر الملكيه mine mine معناها لي yours معناها لك his معناها له hers لها it يوجد ours لنا yours لكم theirs لهم بزاسيف كيس بزاسيف كيس معناها حالة الملكية We use apostrophe S with one person or animal نستعمل apostrophe S مع شخص واحد أو حيوان Mary's school bag ها هي الاسم ماري تمام جعل إس سكول bag معناها معناها سكول باك معناها محفظة محفظة ماري محفظة ماري the cat's tail the cat's tail كتب the cat معناها بدأ باسم الشخص أو الحيوان نبدأ بصاحب الشيء أولا ثم نذكر الشيء. cat apostrophe s tail cat tail معناها ذيل القط بدا ب... ب بالشخص اولا او معنى بالاسم ب... the cat cat tail معنى صاحب الشيء ثم ذكر ذلك الشيء the cat's tail A mary's school bag عوض نقول Uh, school bag of Marys قال Marys school bag هنا عوض يقول tail of cat uh, دي القط قال the cat's tail الحالة التانية we use s' with more than one person or animal uh, نستعمل s' with more than one, one person or animal نستعمل أس مع مع أكثر من شخص واحد أو حيوان مثلا the boys dogs معناه إذا كان معناه في الجمع يكون الأس في الأخير في الجمع يكون الأس في الأخير أه boys الأولاد فماذا نضيف؟ نضيف فقط أبوستروف معناها لا يمكن هنا نضيف أبوستروف إس مثل هذه الحالة هنا لا يمكن نضيف أبوستروف إس فماذا نفعل؟ نضيف فقط أبوستروف هنا فقط نضيف أبوستروف ويصبح The دو Boys Dogs أه؟ معناها كلاب الأولاد كلاب الأولاد بما أن أس موجود في الاسم فنضع فقط أبوستروف But لكن The men's hats. The men's hats. هنا لا يوجد إس، فاستعمل الحالة السابقة. apostrophe إس مثل هذه. apostrophe إس. The men's hats. قبعات قبعات الرجال. أو قبعات رجلين. The men's hats. هنا ليس فيه إس، فوضع apostrophe إس. هنا ننتقل إلى تمرين هنا ننتقل إلى عندنا تمرين آه. read and circle اقرأ وضع دائرة this is Mark's Mark's bike وضع, وضع, وضع الدائرة على Mark's apostrophe أس ولم ولم يختر ولم يختر ولم يختر, يختر, يختر ماركس ابوستروف لان هنا مارك شخص واحد This is Mark's bike. They are the dogs. They are, or they're the dogs. Dogs' tails. It's Imaz It's Emma's house. those are the peoples. those are the people people's cars. It's the doctor's doctor's back. That's the elephant's elephant's nose. These are Sam's Sam's books. They are the children's children's toys. اذا هنا نقف الفيديو ونحاول ان نقوم بالتفكير في حل التمرين نحله ونرجع بعد الفاصل. اذا بعد تفكر في حل التمرين نبدأ في حله they are the dogs dogs tails they are هنا تلاحظون they معنى uh, هم إذا هنا الجمع إذا المفروض هنا فيه الاس dogs إذا نختار هذا dogs apostrophe. إذا نضع, نضع دائرة حول هذا they are the dogs tails uh, it's Emma's house its Emma's Emma's house. إذن هنا نختار الأولى its Emma's house. لماذا؟ لأن لأنه مفرد its Emma مع شخص واحد Emma's house. إنه بيت Emma. Those are people. people's people's cars those are uh, those أولئك إذن هو جمع إذن هو جمع إذن نختار الثاني people's apostrophe إذن نضع دائرة حول هذا it's the doctor's the doctor's back it's the doctor it's إذن هو مفرد it's The doctors، آه, هذا. نضع دائرة حول هذا. Doctors bag. آه, إنها حقيبة الدكتور. That's the elephant. The elephant nose. That is هو مفرد. That is the elephant elephant nose. Then, نضع دائرة حول هذه. Elephant apostrophe s. these are Sam's Sam's books these are إذن هذا جمع هذا جمع إذن these are Sam's uh, apostrophe, apostrophe books they are the children's the children's toys they are إذن هو جمع أيضا جمع إذن نختار children's أه. أبوستروف. أبوستروف. أه. نضع دائره حول هذا الى تمرين اخر write apostrophe s or apostrophe اكتب apostrophe s or apostrophe. وعيد فقط ملاحظة أبوستروف أس في حالة وجود اسم معناه فقط مفرد دات ليزاس جاكيت هنا مفرد إذا كان جمع معنى الاسم ينتهي بالأس أو معنى في حالة اسم فيه أس أو جمع نضع فقط أبوستروف دات ليزاس جاكيت هذا فقط مثال They are the, the boys books Those are Tom pants It's the baby but This is dead umbrella. These are the woman dresses. Those are girls hats. They are the lions tails. إذا نفس الشيء نوقف الفيديو نقوم نحاول نحول التمرين ثم نرجع بعد الفاصل. إذا بعد تفكر في حل التمرين نقوم بحلّه they are the boys إنّهم الأولاد they are the boys' books إذاً هنا the boys they are they are the boys إنّهم الأولاد إذاً فيها الأس إذاً نضع فقط أبوستروف نضع فقط هذه أبوستروف they are boys' books إنّها كتب التلاميذ those are Tom Pants Those are Tom's pants. هنا لا يوجد S إذا نضع أبوستروف S Those are Tom's pants. هذه أقلام توم It's the baby bed It's the baby bed Baby ليس فيها S إذا نضع أبوستروف S It's the baby The baby's bed إنه سرير الطفل This is dead umbrella This is dead umbrella Dead ليس فيها S إذا نضع apostrophe S This is dead umbrella uh, هذه مظلة أبي umbrella معناها مظلة مظلة الشمسية أو مظلة المطر uh, This is dead umbrella مظلة أبي These are the woman dresses. These are the woman. Uh, هذه uh, woman ليس فيها s. ليس فيها s. These are the woman dresses. Uh, إذا نضع أبوستروف S هذه فساتين الأم المرأة عفوا المرأة هذه فساتين uh, dresses فساتين المرأة. Those are girls. Those are girls. هؤلاء بنات. إذا فيها S. إذا نضع فقط Apostrophe. Those are girls' hats. يعني آآ آآ هذه آآ أو هاته قبعات البنات. They are the lions' tails. the lions فيها s هي جمع اذا نضع apostrophe s the lions tails انها أديال الاسود lions اذا الى هنا نكون قد انتهينا من حل هذا التمرين اذا كان عندكم اي اشكال او اي سؤال يطرحوه على صفحه الفيسبوك التي تجدونها تحت صندوق الوصف ونحن إن شاء الله في خدمتكم وسنتابعكم في الفيسبوك إذا كان عندكم أي سؤال سأقوم بإجابة عليه عبر فيديو إن شاء الله بحول الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته